ومعاهم كمان الكابتن الكبير كابتن عبد الظاهر السقا مدير الكره بنادي فيوتشر. كابتن عبد الظاهر صباح الخير على حضرتك، مشرف ومنور حبيبي يا كريم. صباح الفل، اخبارك ايه؟ كله تمام يا حبيبي، وحشني والله. والله العظيم وحشني جدا، انت عارف. الله يخليك يا حبيبي. مليون مبروك الفوز النهارده على بيراميدز، فريق كبير، وهو فوز تاني على التوالي، واداء فيوتشر يعني النهارده الناس كلها بتتكلم فيوتشر شكله هو اللي هينافس على البطوله دي، هو اكتر فريق بيقدم كمان مباريات محترمه. الحمد لله كريم، والله بنحمد ربنا سبحانه وتعالى على الاداء والتنفيذ التعليمات اللي بيقولها الكابتن علي ماهر في الملعب. اتنين، عايز اشكر الرابطه بس عشان برضو كل ما اي مناسبه لازم اذكرها، لان فعلا في التوقيت ده كريم ما كناش هنعمل المستوى ده ولا الريتم ده ولا هنلعب اللعيبه اللي ما بتلعبش ولا الاستادات ولا الاذاعه. لا، كان التوقيت ده كان ميت بالنسبه للانديه كلها. صحيح، خاصه يعني. صحيح، انت شايف قد ايه المباريات سخنه وقد ايه التنافس فيها عامل ازاي، وده بشكل كبير هيحافظ على رتم الدوري اللي كان بيضيع في اي فتره من فترات التوقف، وده نجاح كبير جدا للرابطه بشكل كبير. فبشكرهم يعني، بشكرهم بشكل كبير وان هم اصروا عليها ولعبوا الانديه، والانديه كلها دلوقتي انا شايف مكاسب كبيره قوي من المسابقه دي. لكن بالذات احنا كمان يعني، احنا كفريق لسه متكونين بقالنا 4 شهور يعني. كل الفرقه دي كلها متكونه جديده العهد زي ما بيقولوا. صح. مدير فني عايز يحط اسلوبه، عايز ياكد على طريقه لعبه، عايز يجرب بعض اللعيبه اللي موجوده. الحمل البدني، عايز يزود الحمل البدني اللي موجود. اللعيبه دي متمرنه جامد ومع ذلك بتلعب، فبرضه عنده البدني ما بيقعش منه. لا، فوائد كتيره جدا 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 بالنسبه للفريق ونتائجه. كويس جدا ان انت بتبقى فرقه جديده وبتتعود على المكسب، وده اللي احنا بنزرعه في اللعيبه، لان انت عندك لعيبه خدت بطولات ولعيبه النجوم زي ما انت بتقول واخده على المكسب. فلما بتكسب الفريق بياخد ثقه في نفسه، خاصه لما يكون فرقه زي كبيره زي بيراميدز معاه مدير فني كبير ولاعيبه لهم اسماء كبيره جدا يعني. فمكاسب مش بس ال3 نقط او كاس الرابطه، لا، هو الثقه في النفس ان انت تقدر. تقدر طبعا. فده بشكل كبير يعني عامل لنا ايجابيات كويسه جدا في تقدر المرحله دي. تقدر ايه بقى يا كابتن عبد الظاهر؟ انا سمعت حضرتك تصريح قلت انه فيوتشر ما ينفعش يبقى ليستر سيتي في انجلترا. يعني ليه فيوتشر ما ينفعش يبقى ليستر؟ مليان نجوم، عنده مدير كرة يقدر ينظم الفرقة بشكل كويس، وبالتأكيد عنده مدير فني كبير زي الكابتن علي ماهر. إيه اللي يمنع؟ عشان ليستر سيتي بقاله سنين كبيرة جدا، سواء في الدرجة الثانية نادي. احنا لسه كنادي زي بيراميدز بقاله 3 سنين، احنا كنادي بقالنا 4 شهور يعني، فاهمني؟ يعني انت 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 عندك مجموعة من اللعيبة كويسة، لكن لسه ما بقتش تيم قوي، لسه ما مدير فني لسه ما حطش شخصيته في الفريق لسه ما كونش شخصيته. وهل كل القرارات اللي احنا خدناها في الفتره الاخيره دي كانت صح ولا غلط؟ هل مين هيستحمل الضغط؟ مين اللي هيستمر معاك؟ كتير قوي، عوامل كبيره جدا كتيره جدا يا كريم. ما تقدرش تقول ان احنا ممكن ننافس على الدوري. خلينا واقعيين، انا نفسي نتمنى، لكن في البلان اللي احنا حاطينه احنا عايزين نوصل لابعد حته موجوده يعني في الدوري ممتاز. ومش بشيل ضغوط على اللعيبه ولا على الجهاز الفني، ده الحقيقه يعني. لو انا قدرت ان انا اروح المربع ده هيبقى نجاح رهيب، ان احنا في اول سنه، اول سنه دوري ممتاز، واول سنه ان النادي يعني عيد ميلاده في اول سنه انه يكون موجود في المربع ده، انجاز هيبقى رهيب. لكن الواقع بيقول انت جايب لعيبه من 13 نادي بثقافات مختلفه. صح. يعني في لعيبه عندي ما راحوش غير اوضه لبس واحده، زي سعد سمير مثلا بقاله 13 سنه في النادي الزمالك الاهلي، جنش في نادي الزمالك طول عمره مده طويله. فهل ده في الفتره القصيره دي نقدر نكون شخصيه فريق يقدر ياخد بطوله زي نادي عنده 100 سنه معدي ال 100 سنه زي الاهلي والزمالك؟ صح. صعب جدا. صح. التاريخ صعب. صح. فخلينا واقعيين يعني. انا بقول لك لو احنا رحنا للمربع ده نجاح رهيب، يبقى النجاح ما بعده نجاح يعني. طبعا. لكن ال 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 اللي مشجعك خبرات الناس الموجوده يعني، سواء اداره، سواء مدير فني، سواء لاعبين في الملعب،
ده اللي بيشجعك وده اللي بيأثر بس المسافات. الامر بقى الامر يختلف يا كابتن عبد الظاهر في كاس الرابطه صح؟ يعني كاس الرابطه من حقك تطمح انك تفوز بيها. كل لا كل النادي كاس مصر كاس الرابطه ده من حق كل الناس ومحدش يقدر يقول انه مقتصر على حد. تمام؟ والنهارده لو ما فيش اي نادي فكر في ده يبقى نادي مش طموح لان لاعيبه الاهلي والزمالك خلينا واقعيين مش موجودين. يعني الانديه اللي ما بتلعبش بالفول تيم بتاعها الحقيقيين هو الاهلي والزمالك. صح؟ ما دول اللي هم الناديين الوحيدين اللي بيدخلوا اي بطوله بتقدر تخاف من ان هم ياخدوا بطوله. لكن كل الناس بتحارب وكل الناس بتحاول كل الناس بقى عندها شخصيه وكل الناس بقت فاهمه خلاص. فانت بقى انت عندك سكواد كبير. انت لعيبتك فاهمه هي عايزه تروح فين. ده المهم ده المهم ان انت تزرع في اللعيبه ان انت رايح تاخد ممكن ليه لا. يعني انت النهارده كسبان ماتشين هتلعب المقصه الماتش اللي جاي على صداره المجموعه قدامك فرصه كبيره جدا ان انت تحقق الموضوع ده. فانا شايف ان هي ليه لا يعني. انما في الاول والاخر ايه الهدف من كاس الرابطه عندنا احنا شخصيا؟ ان احنا الماتشات دي ما كناش هنقدر ناخدها ولو حتى خدناها وديا مش هتبقى بنفس الضغوط ديت على اللعيبه. فكويس جدا ان احنا ماتشات مش بثلاث نقط في الدوري. احنا دخلنا الدوري بسرعه. بعض الناس دخلت معانا في اخر ايام. فريق ما كانش مكتمل. في ظل كل ده برضو يا كريم انت عندك كان عندك ثلاثه في منتخب مصر دلوقتي الحمد لله في اثنين بيلعبوا. فيعني الحمد لله في اربع شهور انا بشوف عليهم مكاسب كتيره جدا صح. للفريق. بمناسبه بقى منتخب مصر ما ينفعش يبقى معايا الكابتن الكبير كابتن عبد الظاهر السقا نجم منتخبنا الوطني السابق وما سالكش عن رايك في اداء منتخبنا في بطوله افريقيا حتى الان. بطوله يعني بطوله طبعا يعني فيها احداث كتير جدا وفرق كبيره زي الجزائر النهارده زي بتتعادل وبتشوف ان هو اخر فرصه ليها مثلا زي هتلاعب كوت ديفوار فريق كبير. احنا حساباتنا كانت اتلخبطت تماما يعني اتقلبت عشان كده كنا دايما نقول يا جماعه الكوره ما فيهاش ثوابت بكره ايه موجود مش ما انتش عارف ايه اللي موجود. فعشان كده بقول للعيبه فرصه كبيره جدا ان الحمد لله في توفيق معانا. يعني في البطولات اللي احنا خدناها ما خدناهاش عشان احنا احسن لعيبه. خدناها احسن تيم كنا احنا كلنا عايزين البطوله. ففي حاجات بتخدمك وانت ماشي زي دي مثلا يعني انت خلاص مش هتقابل الجزائر خلاص تمام. يعني ما كناش انت كل ترتيباتك هتقابل كوت ديفوار ولا الجزائر. دلوقتي لا انت ممكن تقابل سيريليون ممكن تقابل غينيا الاستوائيه. فاذا النهارده اكسب بس وادي اداء كويس جدا حط شخصيتك في الملعب صح. واعرف ان انت فريق قوي وفريق اكتر فريق خد بطولات في افريقيا كلها والناس كلها خايفه منك. فالعب بكده. لكن طبعا الماتشين اللي فاتوا طبعا ما فيش حد راضي على منتخب مصر. لكن احنا في فتره مسانده ما بلناش غير ان احنا نساند يلا رجاله في ظهركم دايما قوه الكلام في وقت الكلام. يعني انا النهارده هل انا في وقت حساب ولا في وقت مسانده؟ انا كعبد الظاهر كجمهور انا دلوقتي جمهور مش مسؤول في وقت مسانده او لعيب في كوره. فانا في وقت مسانده فيلا احنا معاكم. عندكم شويه اخطاء يا رجاله عايزين نصلحها عايزين نبقى شويه احسن من كده تمام خلاص بننور كشاف في حته معينه. اتظلم يا كابتن عبد الظاهر محمد عبد المنعم لما لعب في مركز الظهير الايمن المباراه الماضيه مباراه نيجيريا المباراه قبل الماضيه. حته الظلم دي انا ما بحبهاش لعيب الكوره. انا هحطك هنا انا عاوز منك ده مع عمر كمال باك رايت اصلا يا كريم لا بس اصلا يعني على الاقل لعيبه مع فيوتشر شويه بس انا اقصد هل اكرم توفيق باك رايت اصلا؟ لا هي الموضوع موضوع هل انت كلعيب بتتكيف على لكن المشكله في المدير الفني انت طلبت مني ده عشان نفذه ولا ما مرنتيش عليه؟ ايوه صح. انا دايما اقول يعني انت بتطلب منه عشان يعمل ايه؟ انما انت ما طلبتش منه حاجه وحطيته على طول في الحته دي. انا عليا ان انا ادي عليا لو انا مش باك رايت بقى انا اقف خلاص. المشكله اللي الولد كان جامد جدا احسن لعيب في نيجيريا فعليه فاهمني. والسيرد باك لما بيطلع بره
ال 18 او بيطلع بره الزوم بتاعه بيقل جامد جدا جدا. طبعا فبحيي منعم عليه بشكل كبير جدا. وانا دايما اقول لمنعم هيبقى مستقبل مصر اللي جاي، واحنا بنختاره في فيوتشر. يعني انا كنت مبسوط جدا انه هيبقى معانا اخلاقيا ولعبا وعنده كل مقومات اللعيب الكبير. بس هو ناقص بعض التجارب اللي موجود. الحمد لله بقى دولي بقى ياخد دلوقتي خلاص الحمد لله، وان شاء الله يلعب الماتش اللي جاي. انا عشان اكيد اكيد شهادتك فيه دلوقتي هتبقى مجروحه بحكم عملك، بس انا برضو احب اشهد انه في استوديوهات كتيره السنه اللي فاتت واللي قبلها كنت بتتكلم عن محمد عبد المنعم ان هو مدافع كبير. طبعا يعني انت دايما بتتكلم عنه بشكل كويس جدا. طيب كابتن عبد الظاهر، عشان ما اسالكش السؤال التقليدي مين بيفاوض ومين بيعمل والكلام ده، لعيبه فيوتشر مكملين مع الفريق لنهايه الموسم ولا في مفاوضات مع اي لاعب؟ ما عنديش اي حد يا جماعه، والله انا تعبت من الموضوع ده. ما عنديش اي حد اعاره في بند انه يقطع عرضه، وما عنديش حد للبيع. احنا فرقه لسه متكونه. بس يعني ده كلام منطقي، عشان انا برضو انا عشان كده سرت السؤال بالطريقه دي، ان انا مش عايز اسمي اسمي بعينه، انا عايز حضرتك تقولها بشكل عام. بص يا كريم، انا فرقه بقالي 4 شهور بكون لسه فرقتنا لسه ما لهاش الشخصيه اللي احنا بنتمناه. فهل وانا كده اجيب عضو اساسي منه وامشيه؟ مش ما فيش اي نوع من العقلانيه او الخبره اللي هتقول لك الكلام ده. صح وما فيش. كابتن الكبير كابتن عبد الظاهر ساعه مدير الكره بنادي فيوتشر وضح كل الامور فيما يخص فريق فيوتشر وفيما يخص المفاوضات. هو قال لك تماما الموضوع مقفول، لا لعيبه هتقطع عرضها. بيتكلم طبعا على الكلام اللي اتقال على محمد عبد المنعم انه ممكن يرجع الاهلي تاني في الوقت ده وهو معار للنادي الاهلي. وطبعا الكلام برضو كان احمد عرفة في مفاوضات مع الاهلي، هو قفل الامور دي كلها بشكل واضح وبشكل تام. كابتن الكبير كابتن عبد الظاهر ساقه مدير الكره بنادي فيوتشر نجم منتخبنا الوطني الاسبق.